فاجأت رزان الجميع بخضوعها لعملية جراحية طبية وتجميلية بنفس الوقت، نظرا لمعاناتها من انحراف حاد بوتيرة أنفها لفترة جد طويلة، حيث كانت بتعاني من عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي وآلام حادة ومضايقات بسبب الانحراف. هذا ما أدى للخضوع للعملية، حيث أكدت رزان أن شكل أنفها ما رح يتغير بشكل كتير كبير لأنها كانت حابة شكل أنفها سابقا. ألف الحمد لله على السلامة لرزان. وجدت أسو قبل يومين بلندن لرحلة عمل على مفاجآت جديدة، حيث شاركت عدة صور وستوريهات من هناك، وخاصة كواليس بسيطة من تصوير المفاجأة الجديدة اللي عم تخفيها عن الجمهور لحد الآن، واللي رح تعلن عنها بعد فترة قصيرة، حيث اكتفت فقط بالتعليق ب شي عملاق رح يصير. فشو تتوقعوا ممكن تكون مفاجأة أسو الجديدة اللي حضرتها من لندن؟ أما مريم فمتواجدة حاليا بالسعودية، فتواجدت بمعرض للعطور والتقت بعدد كبير من متابعينها من السعودية، والتقطت عدة صور وفيديوهات معهم. قمر الطائي متواجدة حاليا بدبي، حيث وثقت لقاءها بكل من غيث مروان وأسامة مروة وأحمد النشيط وعدد كبير من اليوتيوبرز، والجمهور عم ينتظر لقاءها بنور مار نظرا لكونهم بنفس المنطقة رغم الخلاف اللي بينهم. فهل برأيكم رح يلتقي الثنائي نور وقمر ويحل الخلاف اللي بينهم بدبي؟ والحديث كتير كتير عن صداقة غيث مروان وقمر اللي عم بتصير أفضل يوم بعد يوم، حيث صرنا بنشوفهم كتير مع بعض من خلال الستوريهات والفيديوهات، ومعروف عن عالم اليوتيوب إذا تصور اثنين مع بعض تطلع إشاعات كثيرة عن علاقة حب بينهم، ولكن ومن الواضح أنه علاقتهم مجرد صداقة لا غير، وما صار لهم كتير بيعرفوا بعض. فشو رأيكم أنتو؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. واجه وسام تيكت هجوم شنيع من بعد إعلانه عن التيزر الرسمي لفيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان ابن أعوؤوف اللي راح تنزل بتاريخ 13 من هذا الشهر، حيث اللي أزعج الجمهور كلمات الأغنية اللي شافوها جارحة جدا وغير لائقة ومخلة، خاصة اللاين اللي قال فيه حتنتركي مثل أمك، حيث ربط البعض الكلمات بأسماء مشاهير ذاكرين إمكانية كونهم مقصودين. فشو رأيكم بتصرف وسام وأغنيته الجديدة؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. أما أسامة مروة فمتواصل بسلسلة الإبداع على يوتيوب، فعم بيشارك منذ فترة فيديوهات بأفكار مجنونة وفريدة من نوعها بعالم اليوتيوب العربي، وأيضا مكلفة بشكل كتير كبير، فعم بيحضر هالمرة لفيديو جديد تم الانتهاء من تصويره، وعلق أسامة بي الهدوء قبل العاصفة، حيث رح ينزل هذا الفيديو اليوم. فكم نسبة حماسكم لفيديو أسامة القادم؟ احتفل مو فلوكس بعيد ميلاده بحضور عدد كبير من اصدقائه واللي بينهم عدد كبير من اليوتيوبرز، من بينهم نارين بيوتي، بيسان اسماعيل وانس الشايب، نور مار، لانا ولين ودايلر وغيرهم اكتر، حيث كانت الاجواء جدا رائعة وحماسية بنفس الوقت، حيث شهدنا غناء كل من بيسان وانس ونور مار لاغانيهم خلال الحفل. فكل عام ومو فلوكس بألف خير. أما فريد فصار متواجد حاليا بباريس كزيارة للمرة الثانية من بعد تلقيه دعوة من لاكوست وماينكرافت ليمثل الشرق الأوسط هناك، فعم بيشارك ستوريهات مغامراته من فرنسا مع كل من اليوتيوبرز الجزائرية ذدول بيوتي وزوجها والجيمر الإماراتية بوث. ونور ستارز كمان متواجدة حاليا بباريس من بعد تواجدها قبل يومين بالعراق كسفرة استعادت فيها ذكريات طفولتها بالبلد اللي عاشت فيه طفولتها وما زارته لفترة سنوات عديدة، وعم بتشارك حاليا صور وستوريهات من باريس. باريش دادا يحتفل بتخطي أغنيته الأولى لايك بلوك 20 مليون مشاهدة على يوتيوب من بعد انتشارها بشكل جدا رهيب، خاصة على تطبيق تيك توك وصعودها للترند بعدة دول بالعالم. ألف مبروك لباريش. أطلق أنس وبيسان وبشكل مفاجئ مفاجأة غير منتظرة للجمهور، كانت أغنية لهما كأول أغنية يغنوها مع بعض، حيث كانت بالتعاون مع فري فاير. فشو رأيكم بأغنية أنس وبيسان وكيف شفتوا أصواتهم بالأغنية؟ بهالستوريهات أعلنت كل من شيرين ونارين بيوتي لخضوعهم لعملية جراحية، ولكن ما ذكروا نوع العملية وسببها، لنكتشف اليوم من بعد ما أعلنت شيرين عن الموضوع أن العملية كانت عملية تصحيح النظر، فشيرين خضعت لعملية البي آر كي ونارين لعملية الالترا لاسيك، واثنينهم لتصحيح النظر.
فألف الحمد لله على السلامة لكل من نارين وشيرين.